Opa, vamos! Opa! تسلم رجلك اليمين يا طارق. الحقيقه طارق مصطفى احد البراويز الجديده في تيم نادي الزمالك النهارده. جول يا طارق، جول يا طارق، جول يا طارق يا مصطفى، يا احد النجوم النهارده طارق. أجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني، وضيفي وضيف حضراتكم المدير الفني المتميز والمدرب العام السابق لمنتخبنا الوطني ونجم مصر ونادي الزمالك كابتن طارق مصطفى. كابتن طارق اهلا وسهلا بكم، منور الدنيا كلها. اهلا بيك ابراهيم، وحشني جدا. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله شكرا لله. وحشنا كتير جدا جدا وسعداء بوجودك معانا النهارده. انا اللي سعيد بوجودي معاك، وشرف ليا دايما ان انا اكون معاك. ربنا يبارك فيك. وبقالي فتره ما ساعه المنتخب فبشكرك وبشكر الاعداد وبشكر مشاهدينك. يعني عندنا كلام كتير النهارده ان شاء الله باذن الله هندردش فيه نتكلم فيه، لكن تعالى نبتدي بالتقرير الاول. يلا بينا. ذهبي سواء مع الزمالك او منتخب مصر، استطاع ان يسطر تاريخا كبيرا خلال مسيرته الكروية، فكان من المهاجمين المميزين الذين قدموا الكثير للفراعنة والقلعة البيضاء. انه طارق مصطفى نجم نادي الزمالك السابق والمدرب العام السابق في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي كان يقوده حينها حسام البدري. بدأ طارق مصطفى مسيرته مع نادي اسوان في بداية التسعينات، ثم تنقل بين العديد من الاندية، فلعب للصفوف الشرقية وجولدي، فتألق وخطف الأنظار ليتعاقد معه نادي الزمالك، فيتواجد في حقبة النادي الذهبية منذ عام 1995 وحتى عام 1999. أعوام عديدة قضاها طارق مصطفى مع الفارس الأبيض استطاع خلالها أن يكون لاعبا مؤثرا، فدائما ما كان يظهر في المواعيد الكبرى ويصنع الفارق بأهدافه المؤثرة، لعل أهمها قذيفته في شباك المكناس المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 96، فضلا عن التسجيل في نهائي البطولة أيضا أمام شوتينج ستارز النيجيري. وخلال فترته مع الزمالك استطاع مصطفى أن يتوج بأربعة ألقاب، فحقق كأس مصر بالإضافة إلى دوري أبطال أفريقيا والأفرو أسيوية بالإضافة إلى السوبر الأفريقي. ومع المنتخب الوطني كان لطارق مصطفى بصمة كبيرة، حيث كان الفتى المدلل للجنرال الراحل محمود الجوهري، فكان من الأضلاع التي ساهمت في تتويج الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية عام 98 ببوركينا فاسو، فضلا عن إحرازه هدفا في شباك جنوب أفريقيا بالمباراة النهائية. وبعد مسيرة مميزة داخل أروقة الزمالك خرج وخاض عدة تجارب احترافية، فلعب لصفوف نيوشاتل زاماكس السويسري وأنقرة جوجو التركي، ثم عاد مجددا إلى الدوري المصري الذي اختتم فيه مسيرته عام 2008 بنادي الجونة. اعتزل طارق مصطفى كرة القدم واتجه إلى التدريب، فكان من القلائل الذين عملوا خارج مصر وحققوا نجاحات كبيرة، فعمل كمدرب مساعد في صفوف الدفاع الحسن الجديدي المغربي رفقة حسن شحاتة، لكن رحيل المعلم فتح الباب أمامه ليتولى منصب الرجل الأول، فحقق نتائج مميزة وتم اختياره عدة مرات كأفضل مدرب. ترك الدفاع الجديدي وعاد مجددا إلى مصر عندما احتاجه الزمالك ليتولى منصب المدرب العام في القلعة البيضاء بالجهاز المعاون للبرازيلي ماركوس باكيتا، ثم رحل عن الزمالك وخاض تجربتين في الدوري الإماراتي، فأشرف على تدريب العروبة والفجيرة، ثم بعد ذلك عاد مجددا إلى المغرب ليتولى القيادة الفنية لفريق سريع وادي زمة.
وبعد مسيرة تدريبية مميزة تواجد طارق مصطفى ضمن الجهاز المعاون لحسام البدري لتدريب منتخب مصر، لكن تم إقالة الجهاز بالكامل عقب التعادل مع الجابون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022. ورغم أن المنتخب الوطني لم يتعرض للهزيمة في أي مباراة خاضها تحت قيادة حسام البدري، إلا أن التعادل في مواجهة الجابون جعل مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق يتخذ قرار الرحيل، ويتم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب الوطني. وخاض المنتخب مع حسام البدري 9 مباريات، حقق الفوز في 5 منها بينما تعادل في 4 مباريات، وسجل لاعب الفراعنة 13 هدفا، واستقبلت شباك المنتخب الوطني 4 أهداف. عن كواليس رحيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، وهل تعرض هذا الجهاز للظلم بسبب قرار الرحيل رغم عدم الهزيمة في أي مباراة؟ هل كانت هناك انقسامات داخل الجهاز الفني؟ وما هي أهدافه خلال الفترة المقبلة؟ هل تلقى عروضا تدريبية في الفترة الأخيرة؟ وما رأيه في مستوى المنتخب الوطني تحت قيادة كارلوس كيروش؟ وتوقعاته لمواجهة السنغال الفاصلة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم؟ كل هذا وأكثر يجيب عنه طارق. طارق مصطفى وشوطه حلوه جوه، جول جول جميل، جول جميل طارق مصطفى. سيد حمدي بيسقطها انما مش لحد خالص، وجول جول احمد متولي يلقاها. شوف رقم 4 توقيت هايل. دي اللعبه تاني سيد حنفي، كنت لسه هقول لسيد يا سيد بص، انما للحظ ده هو جول طالع طبعا مطلوب قوي قوي قوي. طارق جول يا طارق، جول يا طارق، جول يا طارق يا مصطفى، يا احد النجوم النهارده طارق. تسلم رجلك اليمين يا طارق. الحقيقه طارق مصطفى احد البراويز الجديده في تيم نادي الزمالك النهارده. مره ثانيه وعيبه مصطفى العاده اماميه ليش وجود الله، وجول 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 الواد يا عيني. طارق طارق مصطفى، طارق مصطفى عوض جول. طارق مصطفى جاب اغلى جول في البطوله. طارق مصطفى بيجيب جول جميل جدا. طيب خليني ابتدي معاك بالاجدد بالاحدث بعد شويه الاجوان الحلوه اللي احنا شفناها والتقرير كان اخدهم معايا اللي هو خبر ابيض العين دي قبل العين دي. انا بشكرك والله على التقرير ده، ربنا يخليك يا رب يا كابتن طارق. خليني ابتدي معاك بالاحدث، كيف ترى من وجهه نظرك اختيار الزمالك اليوم لفيريرا، عوده البروفيسور مره اخرى لقياده النادي خلال الفتره المقبله؟ شايف ازاي القرار من وجهه نظرك؟ شايف ازاي وجود الراجل على راس الجهاز الفني للزمالك؟ طبعا يعني مدرب كبير، مدرب عنده شخصيه، ودايما انا دايما ببص لها ابراهيم. طول ما المدرب عنده شخصيه قويه حتى لو هو 50% فنيه توديه 70 و80 و90%. الشخصيه بتفرق، الشخصيه بتفرق كتير جدا. وانا دايما بدي امثله كتيره جدا لان اتمرنت مع مدربين كتير جدا جدا جدا، مش عايز انسى حد. في منهم كانت شخصيته قويه جدا وكان رايح وراح فعلا لبعيد، زي الله يرحمه كابتن محمود الجوهري، زي من الناس اللي انا بحترمها جدا على المستوى الشخصي كابتن حلمي طولان. كتير انا مش عايز انسى حد زي الكابتن انور سلامه. من الاجانب من الاجانب مستر كرول فيريرا. كان موجود فيريرا معانا في في فتره من الفترات. المقصود فيلر. ما هو المقصود بالشخصيه؟ ممكن تشرحها لنا؟ طيب الشخصيه عشان بس ايه هي. اولا يا ابراهيم ما بتتصنعش. الشخصيه ما بتصنعش، الشخصيه لازم تكون انت هي فيك. انك تعرف تاخد قرار.
وانك تعرف القرار بتاعك يكون مش واخده كده عشوائي ولا واخده كده، تعرف تحافظ على اوضه اللبس. بيقابلك فرقه فيها نجوم كتير وفرقه فيها لعبة كتير جدا، انت لو معرفتش تسيطر على اوضه اللبس قبل الملعب فانت خسران. صحيح. دايما من وجهه نظر الشخصيه يعني بيقابلك ظروف كتير اثناء المباراه، لو معرفتش تتعامل صح مع المباراه وانت مش محضرها فكل دي بيتحط تحت بند الشخصيه. انا عايز اقول لك حاجه يا جماعه في نظام. عايز تقول حاجه؟ بمناسبه القرايه السريعه احيانا يعني انا كنت بتكلم انا وكابتن طارق وماتش الزمالك وفاركو، الزمالك وفيوتشر كان كان شغال والزمالك كان متاخر، وكابتن طارق مصطفى قال لي الزمالك كانت 2-1، قال لي لو فيوتشر استمر بالشكل ده هيخسر الجيم لاسباب 1 و2 و3 وهنقولها للمشاهد. وطلعت يعني، وهي وفعلا الزمالك رجع جدا في الجيم وعمل. فانا بس بقول ده من باب القرايه اللي انت رصدتها في وقتها يعني، ومن باب انه مهم برضو القرايه اثناء طبعا اللقاء. طبعا ودي اهم حاجه، خلي بالك ماشي. يعني دي اهم حاجه. نرجع تاني للموضوع الشخصيه، ان انت بتحط نظام وبتحط سيستم الكل بيمشي عليه وبيبقى معروف يعني، خاصه كمان انت لما انا بكلمك عن بالنسبه لنا، خاصه لما تروح بلد تانية تتعامل مع لعيبه تانية بلغه تانية. يعني لما تروح الامارات تتعامل او تروح المغرب تتعامل، فانت صاحب القرار، فانت اللي بتقود، انت مسؤول مش بس عن 30 لعيب، انت مسؤول على 40 و45 بالجهاز بكله. ولاعيب الكره بيوزن المدرب اول ما بيشوفه. عليك نور، عليك نور. ولازم لما تيجي تاخد قرار او تيجي ان انت تتكلم مع حد، فانت كل عندك بالنسبه لك واحد في عدل عند الكل، ما بتجيش عند حد. يعني الكابتن جوهر الله يرحمه كان كل اللعيبه اللي بيلعب واللي ما بيلعبش بيحبه وبيحترمه، وفي نفس الوقت بيخاف منه. من اكبر واحد حسام حسن لاصغر واحد والله كان عمرو فهمي. والله زي ما بقول لك كده، انا بقول لك كلام، خلي بالك انت عارفني انا واضح وصريح. ايوه. فالموضوع ده مهم جدا. هو ده المقصود، هو المقصود بالشخصيه ده موجود عند فيريرا، اللي هي ليها علاقه باوضه اللبس والمحافظه عليها واعاده السيطره مره اخرى، والنظام والقرارات والنظام، ومين يلعب ومين ما يلعبش، ومين يريح ومين ما يريحش، ومين الفكره اللي بتحصل في حراسه المرمى انه ده يلعب شويه وده يلعب شويه. فيريرا هيجي يقول الكلام ده ما فيهوش باطل طبعا. هيجي يقول الكلام ده باطل طبعا. وخلي بالك لعيب الكوره دايما لما بيلاقي كده فخلاص هو عارف، مش هيروح بقى انا ما لعبتش انا مش عارف ايه، لا انت تجتهد وتتعب ولما يجي لك الدور خش والعب كمل، ما عنديش مشكله. فدي امور كلها انا بشوفها من وجهه نظري ان 50% من قوه المدرب في شخصيته، في شخصيته. ال 50% الثانيه بيتحط تحت بنود كتير بقى ابراهيم، واول حاجه مينا رايه الملعب. انا اشوف ان مستر فيريرا وجوده في هذه المرحله من اكتر، او انا بشوفها من اول مره ان الكل بيتفق عليه. صحيح. خلي بالك دي ما بتحصلش في نادي الزمالك كتير. ان دايما لما بتحط اي اسم دايما لا تلاقي لعيبه، لا تلاقي مجلس اداره، لا تلاقي سوشيال ميديا، لا تلاقي جماهير. هو الراجل مرحب بيه على جميع الاصعده. اذا كنت بتتكلم على مجلس الاداره دي حاجه تحترم جدا، مستشار مرتضى ومجلس الاداره، تتكلم على الجمهور كله متعاطف معاه وعايزه، لان هو فعلا جه في 2014 تقريبا 14 15 اخذ بطوله الدوري، خد بطوله الدوري وبطوله الكاس. وكان ممكن ياخد الكونفدراليه لولا اللي حصل. خلي بالك كمان ماتش الكونفدراليه لو تفتكر يعني ده اتغلبنا 4 في النجم الساحلي وجينا هنا المحترف. كان حاجه شبه كده. تكسب هنا اتطرد منه اتطرد منه علي جبر، كان علي جبر. ايوه كان علي جبر. اول دقيقتين او اول 5 دقايق. هي دي شخصيه مدرب وشخصيه لعيبه كانت في الوقت دوت. خلي بالك برضه لان دي بتفرق كتير جدا، ان اللعيبه كانت عايزه، انت بتلعب 10 لعيبه في ملعبك في وسط جمهورك وانت مغلوب 4 وعايز تعوض وعايز تكسب وعايز تروح. فدي بقى اتحطت تحت 50 بند، هي اللعيبه عرفت مستر فيريرا عايز ايه وعرفوا هم عايزين ايه، فبالتالي كل متفق عليه بصراحه. اذا كنت بتتكلم على اعلام وده مهم جدا جدا، بتتكلم على جمهور مهم جدا، بتتكلم على مجلس الاداره اللي خد قرار في وقت انا شايفه صح جدا، لان التوقيت ده الدنيا مش حلوه. هل كارتيرون ما بقاش عنده جديد يقدمه للنادي الزمالك، او بمعنى اصح ما بقاش عنده افكار حقيقيه قويه موجوده على ارض الواقع بينفذها سليم بشكل سليم مع نادي الزمالك، ولذلك كان لابد من الرحيل يعني؟ طيب خلينا نكون يعني يكون واضح ومعاك وصريح. انا في الجزئيه ديت لان هو الراجل لعب ضدي في المغرب،
زي ما جريدو لعب ضدي وانا في المغرب. يعني احنا انا ماسك فرقه وهو ماسك كارتيرون لعب ضدك وهو كان ماسك الوداد اعتقد كان ماسك الرجاء الرجاء وجريدو لعب ضدي وانا ماسك سريع وادي زين ماشي. فاللي عايز اقوله لك انا من وجهه نظري يعني شوف انا كنت لسه بكلمك على الشخصيه هو شخصيه زيرو ما عندوش شخصيه زيرو وانا قلت الكلام ده للمسؤولين من بدري والله والله خلي بالك انا الموضوع بالنسبه لي مش يعني الموضوع بالنسبه لابراهيم يعني انا موجود مش موجود انا بتكلم في نادي الزمالك نادي انا بقول الزمالك. رايي وجهه نظري زي ما باجي مثلا ايه فتره من فترات قلت في لعيب فلان الفلاني يا جماعه خدوه في لعيب كذا كذا يعني انا قلت قبل كده على افونا لو تفتكر وانا في المغرب 2015 كان بيلعب في الوداد ولعب ضدي والله والله قلت للناس في الزمالك قلت افونا قلت قلت على كتير قلت على لعيبه كتير قلت على مراد بطنه قلت على اللي كان في نهضه بركان مين بيلعب دلوقتي لسه بتفرج عليه النهارده كان بيلعب مع العين شاف كان موليكا ولا مين لا اسمه ايه ماشي معانا هي هيجي واحنا شغالين هفتكر لك اسمه واحنا شغالين راس حربه قوي جدا وقلت لهم عليه وكان فري كان اخر سنه ليه في نهضه بركان وكان فري وراس حربه قوي جدا وكل عارفه دلوقتي يعني فانت بتقول على لعيبه من وجهه نظرك وعينك وخبرتك بتقول على لعيبه تنفع نادي الزمالك بيبقى عندها الشخصيه وعندها زي سفيان رحيمي فتره من فترات كان مكسر الدنيا فبالتالي اللي عايز اقوله لك ان 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 الجزئيه ديت بالنسبه لمستر كارتيرون انا بشوف يعني من وجهه نظر الشخصيه ان ما ينفعش تقعد سنتين خلي بالك الكلام ده انا مش قلته عشان مشي ده انا قلته لكل الدنيا كلها عارفه وانا قلته معاك ابراهيم لو تفتكر برضو في مداخله ان ما ينفعش العب بطريقه 4-2-3-1 في متغيرات في المباراه انت كسبان انت خسران انت نص الملعب رايح منك انت عايز تعمل ايه تقصد لاباكوجا ماشي لاباكوجا وتعادلوا النهارده لان انت عارف انا متابع لكل الدوريات تعادلوا النهارده 1-1 مع نادي العروبه وكان ماتش الدنيا مقلوبه يعني ماشي. فاللي عايز اقوله لك كان فري لاباكوجا فمستر كارتيرون شخصيه ضعيفه مع احترامي ليه الحاجه الثانيه هو مش مسيطر طبعا لوت اللبس حاجه الثانيه مش مسيطر طبعا طبعا الحاجه الثانيه لا انا هقول لك ليه مش مسيطر بالورقه والقلم يلا يعني مش مسيطر لان ما ينفعش انا اروح من غير ما اتمرن على طريقه لعب ولا ماتشات وديه ولا لعبت يوم مباراه رسميه واروح العب بيها بره ملعبي في مع فرقه مع احترامي ليها من اضعف الفرق اللي موجوده ساجرادا من اضعف الفرق اللي موجوده في البطوله كلها الراجل المدير الفني بتاع بيترو اتلتيكو استغرب طبعا قال انا بتتفرج على الماتش في المدرجات مش يعني ازاي الزمالك ما عندوش الكثافه الهجوميه وليه بيلعب اصلا بطريقه اللعبه ديت اللي هي 3-4-3 ولا يا ريتك عايز تلعب بيها عشان تلعب بيها ماتش الوداد دي انت رحت الوداد لعبت بسبعه بيهاجموا والوداد في الوداد في معاه جمهوره بقى في ال40 وال50 انما لو ما عندوش الجمهور الوداد كنت اقول لك تمشي لكن بجمهوره لا صعب صعب جدا انا عارف هناك الدنيا عامله ازاي انا لعبت ضد الجمهور ده 40 و50 الف بيقفلوا الملعب فانا شفت من وجهه نظر الشخصيه ان هو كان لابد من رحيله وهو اتاخر كمان رحيله اتاخر لان هو كان السنه اللي ما كانش فيها مجلس الاداره كان الناهي الحاكم في نادي الزمالك في كل حاجه كل حاجه درجة مشى كل المدربين المصريين اللي موجودين وكان قاعد مترجم وبتاعه طب ده ينفع الكلام ده ما ينفعش يعني قيمه نادي الزمالك لا اللي لا يقعد معاه اتنين مع احترامي محللين ولا يعني مدرب احمال ومحلل الاداء دي يعني كل المسؤولين يتحاسبوا على الجزئيه دي لان نادي الزمالك عنده ولاده كتير جدا 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 وعندهم من الشخصيه والقياده والحكمه والمهنيه ان هم يشتغلوا ويأدوا ويشتغلوا بشكل كويس بس يكون عندهم الحاجتين دول يكون عنده شخصيه عنده كرامه مش اي حاجه يعني تعال اشتغل فتشتغل لا فكل واحد بيبقى ابراهيم ليه وجهه نظر اذا القرار كان قرار صحيح قرار من حيث التوقيت ومن حيث كل حاجه انه لابد من الراجل ان يرحل عن نادي الزمالك قرار هايل في الاثنين في الرحيل وفي اللي جه طيب يعني السنده اللي جت على الكابتن اسامه نبيه بتشوفها ازاي من وجهه نظرك انه الكابتن اسامه نبيه كان موجود كمدرب عام وشغل الفتره دي كمدير فني مؤقت انا كنت اتمنى اسامه يكمل يعني كنت اتمنى ان اسامه يكمل انا ما بحبش حته المؤقت دي ابراهيم او المدرب العام انا عن نفسي انا كطارق مصطفى مش في قاموسي مش في قاموسي خالص يعني خدش رايك كابتن اسامه انتوا صحاب قوي يعني لا هو قال لي بس لان اسامه قال لي كذا حاجه قبل كده برضو في وجوده في الدرجه الثانيه وانا نصحته فكل واحد ما تعرفش كل واحد ظروفه ايه يعني اسامه اصل احنا الاثنين سور واحد يعني فاسامه انا كنت اتمنى ان هو يكمل نط الصورة تقعدوا مع بعض
كنت اتمنى اللي هو ايه يعني هو بيقفل الباب انا بسمع انا بقفل الباب. فانا اسامه مدرب شاطر ومدرب كويس وعنده شخصيه. كنت اتمنى ان انا ما بحبش يعني احترامي لكل المدربين بتوعنا كلهم مدربين كبار وعلى راسي من فوق اشتغلوا قبل كده الحته دي امسك مدرب عام امسك شويه انا ما بحبهاش. انا عن نفسي انا كطارق مصطفى ما تمسكش مدرب عام. طب ما انت مسكت مدرب عام منتخب مصر. ده منتخب مصر في فرق. لا مش في فرق. انا مسكت عام مدرب عام منتخب نادي الزمالك مع باكيتا لو تفتكر انا وشيشيني لو تفتكر. ايوه بالظبط. لو تفتكر لو كتير تفتكر ده كان 6 ماتشات ولا 9 ماتشات. خلي بالك فيريرا كان مشي. ايوه ايوه كان فيريرا مشي. ايوه ولما مشي كان الدوري متوقف وده كان حظي وحش ان الدوري كان متوقف لان الدوري لو كان بيتلعب كانت الامور اختلفت. خلي بالك في النقطه دي. ماشي. لما توقف الدوري 35 يوم احنا عملت فتره اعداد في اشتغلت انت الاول انت وكابتن سامي لوحدكم صح كده اشتغلنا شهر بص خلي بالك انت كان عندك في الفتره دي لعيبه حوالي 12 لعيب وفي 8 في منتخب مصر الاولمبي مع كابتن حسام البدر لو تفتكر ماسك منتخب الاولمبي. ماشي. وحوالي 6 لعيبه في المنتخب الاول فانت كانت عندك مشاكل انما انت قدرت لما مرنت اللعيبه وقفتها على رجليها واللعيبه الثانيه ودخلت المجموعه كلها واشتغلت وعملت مباريات وديه. عملنا 3 مباريات وديه. طب ليه ما بتحبش رغم انك عملت كده يعني لا. ليه ما حبيتهاش لكابتن حسام نبيه رغم انك عملتها؟ لا 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 انا ساعتها كنت موجود عشان مدير فني يعني كان الدوري موقوف وما كانش فيه مدير فني اجنبي جاي وكنت انا والشيشيني يعني الشيشيني كان معايا. الشيشيني سافر السنغال فانا عملتها فتره من الفترات من 2015 لما جيت من المغرب كلمني المستشار مرتضى قلت موافق وبعديها تاني يوم قال لي الشيشيني معاك موافق وبعد كده كملنا فتره العلاج وكملنا وكمان لغايه عارف بقى كده جاي امتى قبل حرس الحدود بيومين. ايوه يعني كل حاجه كنت انا بايت اشتغلنا. خلي بالك الفتره دي كانت اول 5-6 ماتشات احنا كسبانين ومكسرين الدنيا لغايه اما اتعادلنا ماتش او تقريبا كده كنت انا اختلافي معاه من وجهه نظر شخصيه مع باكيتا مش هينفع هلاعب الشرطه بمرانك طلعت يوسف مدرب كبير ومحترم جدا من الشخصيات برضه الكويسه اللي انا بحبها انه يلعب بمعروف يوسف وطارق حامد وابراهيم صلاح 3 في نص الملعب والكابتن طلعت بيلعب نفس الاسلوب كان ماسك بتروجيت على ما افتكر فقلت له مش هينفع لازم نوعيه اللعبه بتاعت نص الملعب واحد بس يبقى موجود من دول والاثنين التانيين يبقوا مختلفين يبقى عندهم ناحيه هجوميه انت نادي الزمالك فمحتاج ان انت تبقى الفعل مش الماتش ده خلص 1-1 الماتش ده خلص 1-1 وتقريبا اتطرد مننا برضو علي جبري الفتره دي جينا بعديها انا قلت شكرا مش مكمل من ساعتها وانت موضوع المدرب العام ده شايفه خالص انما منتخب مصر انا برضو قلت منتخب مصر بالنسبه لي مش كتير بيمسكوا منتخب مصر الاول ده حقيقي سي في بالنسبه لك قوي اشتغل مع واحد بقيمه كابتن حسام البدري والجهاز الفني كله جهاز محترم جدا وانا يعني اتشرفت بالشغل معاهم صحيح فقلت الحمد لله بس الامور برضو معانا ما راحتش زي ما انا كنت متصور او كنت متوقعها ان هي تمشي معانا في خليني اسالك بما انك فتحت القصه بتاعت المنتخب واحنا بقى نرجع اكيد تاني لنادي الزمالك بس انا احب الحوار يمشي زي ما هو ما ماشي كده بسلاسته وبهدوءه يعني طيب لو انت تيجي تقيم الفتره بتاعتك مع منتخب مصر ايه الاخطاء اللي انتوا وقعتوا فيها ولما تيجي تقعد مع نفسك تقول والله بص احنا المفروض دي كانت اتعملت كده ودي كانت اتعملت كده فاحنا كنا هنبقى بالشكل الفلاني او ادائنا يبقى يوصل للريتم العلاني يعني طيب اول حاجه البعد عن الاعلام دي كنت لازم تبعدوا عن الاعلام لا احنا بالعكس انتوا بعدتوا مش قريبين على الاعلام لسه اقول لك انتوا بالعكس انا بقول لك ما بقول لك البعد عن الاعلام احنا كنا بعيد جدا عن الاعلام فما كانش في تواصل ودي نقطه مهمه جدا 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 خاصه في مصر لان انا عشت تجربتين مفهومش الحته الاعلاميه بشكل كبير يا ابراهيم انما هنا لا هنا ما شاء الله السوشيال ميديا والدنيا مختلفه وجمهورك كبير جدا 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 100 مليون كده. ومنتخب مصر فشوف بقى جماهيره عامله ازاي بالظبط فعشان كده ابراهيم انت دي كانت نقطه انا بشوفها ان نقطه سلبيه بصراحه لازم يبقى في تواصل مع الاعلام ولازم على الاقل كل مثلا شهر مؤتمر صحفي تطلع تتكلم تقول المواضيع فيها ايه النقطه الثانيه وجهه نظري برضو ان هي المباريات الوديه بس في شهر 6 بس انا وجهه نظر انا كطارق مصطفى ليه اقول لك ليه لان في شهر 3 لو تفتكر انت الفرقتين او الثلاث تقصد انه فتره التوقفات كان لازم يتلعب فيها ماتشات وديه بس في شهر 6 في شهر 6 شهر 3 انا ما كنتش موافق ان احنا نعمل مباريات وديه ليه
وكل الدنيا كانت بتلعب لان احنا البلد الوحيده اللي وصلنا لنهائي دوري الابطال. ايوه كان اهلي وزمالك وصلوا المرحله خلاص فايلا وكل الدنيا بتتفرج عليهم وكله كان مريح. وبيراميدز لو تفتكر في المغرب وصل لنهائي كونفدرالية ومنتخب مصر وقامه الرئيسي من الثلاث فرق دول. فبالتالي الفتره دي كان لابد ان احنا مش لازم لان كان عندك اجهاد. عندك كل ثلاث ايام بتلعب مباراه في الدوري. عندك اللعيبه خلاص مش قادره. انما الاجنده بتاعت شهر 6 هي دي اللي اخطانا فيها ان احنا كان لازم نعمل مباريات وديه خاصه مباراه او اتنين لان المرحله الجايه اللي احنا كنا حاطينها ورسمينها اللي هي مرحله البطوله العربيه اللي هي المرحله اللي كل واحد كان حاطط اسماء من خلال رؤيته في الدوري انك تروح بسبع ثمان لعيبه جداد تعمل لعيب او اتنين او ثلاثه دوليين لان احنا برضو هسالك سؤال جاوبني بصراحه انت بصراحه انت عارف انا ماشي. هل حسين فيصل عمر كمال عبد الواحد عمر مرموش عايز افتكر لك مين تاني من الاسماء محمد عبد المنعم احمد ياسين هل حد من اللعيبه دي عمره كان هينضم منتخب مصر وهو معاكم؟ كان هينضم ما انضموش ليه؟ ما انا بقول لك ما انضموش ليه. انت كنت عامل حسابك. انا هقول لك حاجه. انا لو بعت لك انا بس انا يعني الحمد لله كل حاجه كاتبها عندي. يعني انا محمد عبد المنعم كان من اختياري وقلت للكابتن حسام عليه لما كان في سموحه وكان لسه عاره. وكابتن حسام حتى هو احمد عبد القادر كان مرنهم وكان عارفهم يعني. ماشي. عمر كمال عبد الواحد وانا كلمت ابوه يعني انا في الوقت اللي احنا كنا فيه. انا بقول لك حاجات موجوده يعني. ماشي. مع بس في النهايه المشاهد طبعا ما شافش ولا لعيب زياده. عشان كده بسالك. بقول لك ما هو ده طبيعي. انت كنت هتضمه فبتقول لي كنا هنضمه. ايوه ده طبيعي. بس انت ما ضمتوش طول الفتره دي كلها. ما هو انت عشان قعدت سنتين. ما انت ابراهيم معلش عشان انت ما عملتش في شهر 6 الماتش الودي اللي انت كنت عايز تعمله. ما روحتش انت البطوله العربيه اللي المفروض كنت هتروحها وعامل حسابك ان كل لعيب احمد ايوب كان حاطط لعيبه سيد حاطط لعيبه انا حاطط لعيبه ايمن طارق. ففي الاول والاخر بتروح للكابتن حسام البدري والكابتن حسام بنقعد مع بعضينا وبنختار الانسب للمرحله واللي هو كان موجود كان احمد رفعت. عارف انت لو رجعنا احمد رفعت في الفتره اللي انتوا كنتوا فيها كان مكسر الدنيا احمد رفعت. خلي بالك انا بقول لك اهو لو رجعت لل 50 لعيب اللي كنا بنختارهم او ال 40 لعيب اللي كنا بنختارهم هتلاقي اللعيبه دي موجوده فيه ما عدا حسين فيصل. يعني هتلاقي محمد منعم هتلاقي مهند لاشين موجود. لا محمد منعم هتلاقيه والله. احمد ياسين اللي مش هتلاقيه. يعني انا بقول لك انا ماشي. الحمد لله انت عارفني يعني ماشي. طب كانت ايه الاسباب ان هي ما انضمتش؟ كل الاسماء الحلوه اللي بنتكلم فيها دي ما فيهمش ولا واحد انضم. ليه السبب بقى؟ ما هو السبب ما انا قلت لك عشان شهر 6 بس. السبب ان انت ما لعبتش الماتش الودي اللي شهر 6 اللي ما كانش المحترفين موجودين فيه ولا كانت لعيبه الاهلي والزمالك. كنت ممكن انت تعمل الماتش الودي دوت وتاخد اللعيبه ديت والبطوله العربيه لو كنت كملت. بس برضه في النهايه هو لا طبعا هي في النهايه انا بقول لك في النهايه احنا اخطانا ان احنا ما 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 يعني ما فرزناش عنصرين ثلاثه للمنتخب. ما استغلناش شهر 6 في المباراه الوديه اللي احنا كنا ممكن ندخل فيها لعيبه وتشوفها. فدي انا بقول لك احنا اخطانا في عدم لعبنا للمباريات المباراه الوديه يعني. طيب ايه تاني بتشوفه لما تيجي تراجع نفسك كانت ما كانتش تتعمل كده كانت تتعمل كده؟ في حاجه تاني؟ لا خالص. طيب ايه الايجابيات اللي انت شايفها من وجهه نظرك انتوا قدمتوها كمنتخب؟ زي بسالك يعني الحاجات اللي طبعاً الاخطاء أنا كل تجربه في الدفش تجربه في الدنيا شريره ومفيش تجربه في الدنيا طبعاً طيبه طبعاً التجارب تحمل الايجابيات والسلبيات طبعاً. واكيد انتوا في حاجات ايجابيه انت لازم ترصدها من وجهه نظرك يعني. اكيد. بص احنا 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 لو جيت بصيت اكتر جهاز اتظلم في منتخب مصر من تاريخ منتخب مصر ما اتعمل لحد وقتنا هذا او حتى اللي جاي هو هيبقى احنا. ليه اول حاجه انتوا اتظلمتوا؟ طبعا. ليه اول حاجه احنا اتحطينا في سنتين كلهم كورونا. ده صعب جدا اي حد يشتغل في الجزئيه دي. طيران اصابات لعيبه كورونا كتير حتى في المباريات الوديه حتى في المباريات الرسميه. احنا فتره من الفترات محمد صلاح مش موجود معانا. محمد صلاح لعب معانا تقريبا ماتشين ثلاثه. محمد صلاح لعبش معاكم غير ماتش او ماتشين بالظبط كده تقريبا يعني. جزر القمر وكينيا في كينيا وحاجات يعني النني نفس الشيء. كورونا فتره من الفترات صليبي التريزيجيه الحمد لله رجع بالسلامه وربنا وفقه. ف اجهاد لكل اللعيبه اللي موجوده. فانت عندك مشاكل كبيره جدا. انت في اول معسكر ليك قابلت مشكله سبع ثمان لعيبه من بيراميدز مش موجودين. ايوه خلي بالك ده يعني في حاجات
لازم يبقى تحتها 100 خط كده. ما ينفعش منتخب مصر يعني ما ينفعش مثلا 7-8 لعيبه في اول معسكر في بيراميدز ان هم ما يكونوش موجودين. معليش دعوه بالاسباب، اي سبب، منتخب مصر ده المفروض الكل يعمله تعظيم سلام ويبقى رايح مقدس مقدس طبعا. ماليش دعوه باي بقى ايه حصلت ازمه وقتها كابتن حسام بدري قال مش هاخد ولا حد من بيراميدز خلاص. فانا الجزئيه دي كمان انا ما بحبهاش. منتخب مصر هو ده زي ما انت قلت كده برين مقدس يعني ما ينفعش اي ظروف. على فكره بالمناسبه كان قرار الكابتن حسام بدري وقتها كان قرار حاسم وكان من القرارات يعني المميزه شايفها اللي هي علت من قيمه او حطت القيمه الطبيعيه لمنتخب مصر يعني بالظبط كده. فبرضه انت كنت بتلعب كل 3 4 ايام ماتش، تلعب بعديها بثلاث ايام ماتش، فلازم كنت بتغير. فلعيب الكوره دايما ما بيحبش دي يعني يقول لك لا انا مش تعبان، لا انا المدير الفني او الجهاز الفني هو ادرى وعارف في التمرين وعارف ليه. الجهاز بتاعكم كان في كلام كتير قوي في مشاكل، كابتن طارق مصطفى مش على وفاق مع الكابتن حسام البدري، مش على وفاق مع الكابتن ايوب، مش عارف الدنيا من الكهرباء، لا الناس ما بتتكلمش مع بعضها، مش عارف العلاقه عامله ازاي، لا اللعيبه بتتخانق، لا اللعيبه مش عاجبها، اللعيبه بتعترض، اللعيبه مش عايزه، اللعيب مش عايز يجي، اللعيب اتكلم مع الجهاز الفني لو مش يبقى ليا دور ما تجيبونيش تاني يا جماعه حاجات ليه. لا بص هو ما كانش بالشكل ده بصراحه يعني ماشي. احنا خلي بالك احنا دايما كنا بنقعد مع بعض وقت قليل قوي. تقعدوا مع بعض وقت قليل قوي جدا جدا وقت قليل دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ لا انا اشوف بالنسبه للظروف اللي احنا كنا فيها كلنا طبعا او منتخب مصر كمان حاجه مش كويسه، حاجه مش كويسه طبعا. تقعدوا مع بعض كتيم كجهاز كجهاز كنا بنجتمع في الاتحاد كل فين وفين، عايز تقول انه كان قليل كنا كل كل مثلا شهر كل شهر ونص كنا بنجتمع في كان لازم تجتمع كان لازم تجتمع اكتر من كده. بس الظروف ما كانتش مساعده لان احنا كنا بنروح نتفرج على مباريات يعني دلوقتي اما انت تشوف الجهاز اللي موجود هتلاقي نفس الشيء بيروح يتفرج على مباريات بس ما بيجتمعوش بشكل كبير يعني. وده وضع طبيعي المنتخبات برضه عشان الرؤيه تبقى واضحه يعني انتوا كنتوا متواصلين مع بعض بشكل كويس ولا مش متواصلين؟ لا مع بعض متواصلين. متواصلين. لا متواصلين طيب متواصلين متواصلين وانا عن نفسي يعني كنت متواصل في الفتره الاخيره بشكل كبير كمان. لان في خلافات في البدايه كان في خلافات في البدايه في خلافات من 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 انهي ناحيه يعني من انهي ناحيه من ناحيه ان أول... ان حضرتك ما اشتغلتش قبل كده مع الكابتن حسام البدري فلسه الامور لسه ما طبعتش بالظبط كده. هو الكابتن حسام يعني دماغي ما كانش يعني ما كناش احنا الموضوع بالنسبه لي مفيش كيمياء في الاول لسه. بس انا كنت واضح وصريح مع الكابتن حسام في الاول. وخلي بالك انا بقولها لك اهو واتحدى اي واحد مكان طارق مصطفى عمره ما اول اجتماع يا ابراهيم معاك مع الكابتن حسام البدري ويقول له يا كابتن حسام انا يعني لو حضرتك في مدرب عام احمد صديقي واخويا وحبيبي بس انا اللي هبقى التاني اللي بعد حضرتك. انا انت قلت له كده اول اجتماع قلت له اهلا وسهلا كابتن حسام انا المدرب العام التاني بعد حضرتك. لما قعدت مع الكابتن حسام كنت واضح وصريح وتقريبا الوضوح والصراحه في مصر ما بتنفعش يعني ما بتنفعش. لا ليه ما نفعتش ليه ما بتنفعش انا ليه؟ انا دايما واضح وصريح. لا مش في الجزئيه دي مش في الجزئيه بالعكس دي بالعكس ده الكابتن حسام انا بشكره جدا على الهواء لانه قال لي طبعا يا طارق وانت طبعا التاني وانت اللي موجود وانا عارف وانت دربت كتير ولعيب دولي وخبره وحاجات كتيره جدا وانا احمد ايوب حبيبي وعلى المستوى الشخصي وانا حتى قلت لاحمد بعديه ومش بس احمد ده انا طلعت من الكابتن حسام من الاوضه قلت الفضل وقلت لاحمد عبد الله كان وقتها وزي عمرو الدرديري قلت لهم 1 2 3 4 عشان ما يجوش حد يقول طارق مشاكل او يجيش حاجه تحصل قولوا طارق ما لا انا حطيت النقط على الحروف انا رقم 2 تتوصل استاذ عمرو الجنايني استاذ عمرو الجنايني فبالتالي انا اللي هقعد جنبك يا كابتن حسام لو حضرتك مش في مؤتمر الصحفي انا اللي موجود حضرتك مش في الدور التمرين واضح. حضرتك مش في التمرين انا موجود ما عنديش مشكله طب وده اتنفذ اتنفذ بس طبعا هو بصراحة في الشغل كان بيدي أحمد وبيديني وبيدي سيد ده منت الله ماشي. هو لما عرف دماغي وعرف شخصيتي وعرف أن أنا واضح وصريح مش بتاع مش بتاع يعني مش بتكلم في حاجة وأقول حاجة لا أنا مش كده وبحب شغلي جدا وبحترم الناس اللي أنا اللي أنا موجود معاه بس بحب شغلي قوي ماشي. يعني دايما أنا إبراهيم عندي سلمة وعندي طموح عايز أطلعها عايز أعمل حاجة لأن الحمد لله التدريب ده موهبه مش بقى تدريب لا هنا في مصر الموضوع مختلف شويه عشان كده الواحد الحمد لله الواحد بيتقدر بره كويس قوي انما هنا في مصر لا بيعتمد على حاجات تانية انا ليه طب ده انت مدرب عام منتخب مصر ده انت لسه مدرب ده انت لسه ماشي لا ملهاش دعوه هو في تقدير اكتر من كده مدرب عام منتخب مصر ملهاش دعوه ملهاش دعوه ملهاش دعوه ازاي يعني الناس لو مش مقدرك مش تيجي مدرب عام منتخب مصر مدرب عام منتخب مصر وراح كاس عالم يعني رمزي كان مدرب عام منتخب مصر طيب وايه ازاي مش ده تقدير لا 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 لا
ولا انت بتتكلم بعد مرحله منتخب مصر؟ انا بتكلم مصر يعني. بتكلم الطبيعي الطبيعي ان انت لما بتيجي تختار عناصر المنتخب بتختار بتجامل ولا بتختار على قدرات؟ طب انت شايف ايه؟ لا انا شايف الفتره دي كانت مجامله مش كانتش قدرات. انت جيت مجامله؟ انا الوحيد اللي جيت قدرات. لا انا بقول لك انا ما بتكلمش على الفتره السابقه كلها كانت ايه اللي بيحصل. ماشي. انما انا اشتغلت في المغرب واشتغلت في الامارات وفي كل بلد 3-4 مرات احسن مدرب في ماشي. في الاسبوع. ماشي. وبتلعب حاجات بتلعب ناس يعني يعني انا مثلا جريدو في وهو ماسك الرجاء انا كسبان 3-1 فطبيعي ان انت سريع وادي زم لما تكسب طارق مساوي يكسب الرجاء و3-1 فلا الموضوع مختلف. الوداد في الوداد انا متعادل في الدقيقه وانا 10 لعيبه في الدقيقه 93 ابراهيم فانت احسن مدرب. فبالتالي انا بقول لك حاجات مكتوبه مش حاجات انا بقولها. ماشي ماشي حاجات ماشي يعني ماشي. فبالتالي هنا مش كده شويه هنا القدرات والكفاءات مش كفايه. مش بكلمك على طارق بس ماشي والله ماشي. انا بكلمك عموما يعني. طيب قلت للكابتن حسام البدر قلت له كابتن حسام انا رقم 2 بعد الكابتن ايوب. الكلام ده مشي ولا ما مشيش؟ انا رقم 2 بعد الكابتن حسام. انا رقم 2 بعد حضرتك. الكلام ده مشي؟ مشي مشي مشي. طيب ترد لي بقى على الجزئيه المتعلقه بغرفه الملابس بتاعت منتخب مصر والدنيا كانت ماشيه ازاي واللعيبه ومدى قبولها لقراراتكم بعد الفصل. نروح لفصل وبعد الفصل نرجع نكمل كلامنا. حوارنا الشاغ جدا مع كابتن طارق مصطفى. خليكم معنا. الكره على طول بيلعبها وجوه المنطقه ومش اوفسايد. يا خبر ابيض وبالعرض يا خبر ابيض ولسه خطر وجول جول جول طارق مصطفى 1-1 جول بعد 26 دقيقه. دور نصف النهائي ثم المباراة الترتيبية البارحة والتحضير وحسام حسن طيب في أغلى من الجون ده بالنسبة لك؟ احنا على الهواء بالمناسبة. في أغلى من الجون ده بالنسبة لك؟ منتخب مصر؟ لا مفيش أغلى. أغلى ده أغلى جون. ده أغلى جون بالنسبة لمنتخب مصر. إنما في للزمالك جونين كانوا غاليين جدا بالنسبه لي. جون وجونين ببطوله. يعني جون شودنج ستارز هناك وجون بتاع الافرو اسيوي في اخر ثانيه جون الافرو اسيوي بطوله بطولتين بطولتين خدت بطوله افريقيا وخدت بطوله الافرو اسيوي وكل جواني الحمد لله يعني الحمد لله كلها معظمها في يعني بتيجي في نهائيات او في مراحل بتبقى صعبه جدا والحمد لله انا يعني فتره الزمالك دي فتره بالنسبه لي كانت جميله لاني من اول يوم وانا لعيب اساسي الحمد لله لغايه ما خلصت الزمالك واحترفت يعني في سويسرا. طيب نرجع تاني لكلامنا عن منتخب مصر. اللعيبه الى اي درجه كانت متعاونه معاكم؟ الى اي درجه كانت بتنصاع لقرارات المدير الفني؟ الى اي درجه كان هناك سيطره على غرفه الملابس في منتخب مصر؟ كل الدرجات. مفيش درجه ناقصه انك مسيطر على اوضه اللبس دي ما فيهاش كلام. ان كل اللعيبه معاك او معانا يعني عموما الحمد لله ما عندناش مشاكل مع حد بدليل ان كان في اخر مباراه لو تفتكر مباراه الجابون مباراه الجابون احنا مشينا بعدها تقريبا على طول. اللي حصل من مصطفى ومحمد اثناء المباراه كان غير متوقع بالنسبه لنا احنا كلنا لان احنا ما شفناهاش اصلا. ما شفتوهاش خالص في الماتش ما شفناهاش. اه انا وانا في الطياره طالع الطياره سيد معوض بيوريهاني انا ما شفتهاش ولا لان كانت اسال حتى اللعيبه كلها الدنيا زحمه اكيد حواليكوا فانتوا ما شفتوش. لا ما كانش فيه نت وما كانش فيه كان الموضوع مختلف خالص ما فيش حاجه خالص. مفيش حاجه خالص. اسال اللعيبه اللعيبه كلها عارفه يعني وكلهم اصحابك يعني ما كانش فيه اي حاجه خالص. بس ازاي ده انتوا بعد الماتش طلع مصطفى محمد اتكلم بعد الماتش على طول على الموضوع؟ ايوه في اللقاء. في اللقاء. طيب يبقى انتوا شفتوها يبقى انتوا عرفتوها على الاقل يعني. واحنا ما انا بقول لك واحنا بعد ما خرجنا من الاستاد واحنا رايحين على المطار احنا رايحين. انت ما كنتش عرفت لكن مصطفى طلع واتكلم وحصل ما بينه وما بين الكابتن بركات اعتقد قاعده وخلاه طلع اتكلم لما حصل كلام لان الباشمهندس احمد مجاهد كان موجود وقتها فحصل هو شاف او الناس كلموه في التليفون او قالوا له فهنا حصلت الكلام انما احنا كلاعيبه او كجهاز او ما كنتش شفته كنا شفنا ممكن كل لعيبه شافت مصطفى بس انا بقول لك من وجهه نظر انا الشخصيه يعني ماشي مصطفى بيعمل لمين كده انا ما اعرفش ماشي هل انت بتعمل لحد في الجهاز انت حتى بالنسبه لي لو بتعمل حتى
لعامل غرفه اللبس فانت بالنسبه لي ده شيء مرفوض. مرفوض مرفوض ماشي. الله اعلم ضميره ونيته كانت ايه. لان هو لو حتى بتفكر ان انت مثلا كنت عشان ما لعبتش فده طبيعي لانك جاي قبلها بيومين ثلاثه وانت هاي. كان في مشكله الزمالك ومشكله فرنسا وده طبيعي جدا. بتعملها بقى كان عندك مشاكل مع فاتح تريب ساعتها بتعملها لكابتن حسام البدري بتعملها لطارق مصطفى لاحمد ايوب لسيد لغايمه اي حد انا ماليش دعوه. هو كان لازم قرار في وقتها بس احنا ما لعبناش لان لو كنا اجتمعنا وفي قرار انا كان قراري كده. كان قرارك ايه؟ كان قراري مصطفى مش موجود استبعاد يعني خالص. طيب ده دي يمكن الواقعه هو نيته كانت طيب ايه دي يمكن الواقعه وانا ما رحتلهاش بس انت ذكرتها الواقعه اللي ظهرت قدام الناس. طب في وقائع تانية كان لابد ان تقبل بالحسم ولم يحدث ولم يشاهدها المشاهد ولم يعني تعرفها ويعرفها الصحافه والاعلام اللي هي ايه؟ اي واقعه حصلت لا كان خالص. المفروض في قرار حاسم يتاخد وما اتاخدش خالص. ما فيش اي حاجه. احنا الحمد لله في الجزئيه دي يا ابراهيم كانت في قرارات ما حصلش موقف من لعيب او موقف مثلا من حد وما اتاخدش فيه قرار. يعني انا مش فاكر لان الفتره انا خلي بالك والله العظيم الفتره كانت بالنسبه لنا هم سنتين وسنتين كتير بس لما تيجي تبص سنتين تسع مباريات ومش عارف مثلا 30 تمرينه ومش عارف ماذا يعني الموضوع بالنسبه لنا لا كان الامور كانت صعبه. عارف احنا لو كنا بنلعب وفي جمهور الموضوع كان اختلف. طب عايز اسالك سؤال من وجهه نظرك بس عايز وجهه نظر فنيه محايده ليه ما كناش بنلعب كره حلوه؟ طيب انا هقول لك جزئيتين ماشي. هو احنا لغايه دلوقتي ما لعبناش كره حلوه عشان بس تبقى الامور بالنسبه لي واضحه مش من دلوقتي من ايام كبر ما لعبناش كره حلوه من ايام كبر انا ماشي. بالنسبه لي كره حلوه مش هي دي اللي انا بحبها على الاقل ماشي. اللي انا بحب التحرك من غير كوره لمسه لمسه ولعبه الفرقه تبقى منظمه ما يبقاش مثلا بلعب في 20 يارده بلعب في الجيم مفتوح 70 متر مش لا موضوع مختلف وده كله بصراحه بيعتمد على الكوتش على تمارينه وعلى تخصصه وهو اللعيبه محافظها ايه زي ما جينا اتكلمنا على فيريرا من شويه ماشي. قلنا اهم حاجه عنده الناحيه التنظيميه ودي فرقت كتير جدا ان اللعيبه كلها كانت كتله واحده تحت الكوره اللعيبه كلها بتتحرك مع بعض. فانا بشوف منتخب مصر من فتره كبيره جدا من ايام كبر ايوه ما اديتنيش الاجابه ليه ما لعبتوش كوره حلوه؟ طب ما انا قلت لك مش من ايامنا احنا بس ايامنا احنا ما لعبناش كوره حلوه للظروف اللي قلت لك بس احنا لعبنا كوره حلوه ماتشين وهقولهم لك ماتشين مين أيوة. لا مش ماتشين بس ماتش وشوط جزر القمر هنا أربعة لما كسبنا أربعة لعبنا كرة حلوة قوي لما كان محمد صلاح ناحية اليمين وعمر جابر ومحمد شريف راس حربة وتريزيجيه ناحية الشمال خلاص صعدت يعني كان ما جزر القمر لا كانت صعدت كانت صعدت أنا بتكلم إن هي كانت فرقة أصلا كويسة وبنت في البطولة. الحاجة التانية كينيا ما قعدنا سبع لعيبة ما كانوش موجودين وسبعة تانيين لعبوا منهم لو تفتكر أحمد توفيق ولو تفتكر لعبنا بطريقه 4 3 3 ساعتها حتى قفشه كان موجود ثالث في نص الملعب مش 4 2 3 1 وادينا مباراه كانت هايله وكسبنا برده 3 0 بره ملعبنا واخر 25 دقيقه في مباراه الجابون الباقي كله انا موافقك اداء كان انا مش عاجبني اداء كان وحش جدا ومش هي دي اللعيبه ومش هي ده احنا وانا كنت قاعد زعلان من نفسي مش انا بحب الكره الحلوه بحب الكره الجميله بس اللي فيها نظام وتحركات وتعرف بتعمل ايه الملعب بس انما لو جيت على الاداء بصراحه انا بقول لك الاداء ما بقاله كتير يعني هنعمل ايه مع السنغال ذهابا وعوده مع كارلوس كيروش؟ بص يعني ان شاء الله باذن الله كيف كارلوس كيروش الاول بس قبل ما تجاوبني على السؤال ده مدير فني عنده شخصيه ودي زي ما قلت لك طالما مدير فني عنده شخصيه قويه متوفر عليه كتير في المسافه بالظبط كده ماشي لانه حط نفسه قال صباح الخير انا موجود بس خلاص بس فانا بس موجود اي حاجه تانية بقى بعد كده ما نتكلم فيها بالظبط كده شخصيه باين بالظبط كده الناحيه الفنيه انا مشكلتي في حاجه مشكلتي انا كطارق مصطفى في حاجه واحده بس ممكن تبقى هي محور الاداء اللي هي نص الملعب ما عنديش مشاكل ما عنديش بالظبط كده التحول من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه دي ولا هيعملها السليم ولا هيعملها النني ولا هيعملها حمدي فتحي ماشي. لو انت بتدور اختلاف المنتخب مصر اللعيبه مش اختلاف في كل المراكز ما فيش اختلاف لو جيت قلت لي التشكيل منتخب مصر اقول لك اللي يلعب هنا مين مين ما وانا محضر ماليش دعوه مين 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 يعني لا انا بقول لك تشكيل منتخب مصر بتتكلم على الشناوي ابو جبل اي واحد فيهم الاثنين في حالتهم كويسين وفي حالتهم الفتره الاخيره مش كويسين ماشي انا كطارق مصطفى بتكلم على
الوينش بتتكلم محمد عبد المنعم، بتتكلم على عمر كمال عبد واحد على ملعبي، بتتكلم على فتوح، بتتكلم على النني ستة، بتتكلم عن النني ستة في الواتش ده عشان ماشي. انا محتاج استحواذ والنني عنده الحتة دي حلوة قوي. محتاج زيزو يمينه، وهقول لك زيزو ليه. محتاج عمر السولية شماله. محتاج تريزيجيه، محتاج محمد صلاح، محتاج مصطفى محمد. ماشي كده الكلام. وزيزو ليه؟ هي المشكلة فين؟ في زيزو ولا حمدي فتحي ولا طارق حامد؟ لا زيزو. زيزو ليه بقى؟ زيزو والنني ست، لانك اولا لازم الكرة تطلع من تحت سليمة ولازم تاخد الاستحواذ. ومحمد صلاح عندهم انا بشوف مفتاح لعب السنغال مش ماني، مفتاح لعب السنغال في الباك الشمال اللي صعب جدا ترقصه، وبيهاجم وبيدافع ولعب قوي وسريع. فانا عايز صلاح ياخده ويخش جوه، لان مش عايز صلاح يدافع معاه، مش عايز صلاح يرجع هنا على ملعبي. عايز صلاح ياخده ويخش لجوه عشان خطير زيزو في الحته دي مع عمر كمال عبد واحد، لو رجع معاه ماني مره مش هيرجع التاني. فبالتالي انا استغليت الجنب الشمال بتاعهم القوي والجنب اليمين بتاع القوي اللي فيه ثلاث عناصر عندهم سرعه وقوه ومهاره. وقدرت استغل ان انا اكسب 1-0 وان انا ممكن اجيب الجون الثاني بتقفيل ملعب بشكل كويس، وهو عنده الحته دي لما يجي يعملها بيعملها كويس. انما انا عايز التحول من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه تحديدا في المباراه دي الاولى على ملعبي. المباراه الثانيه لعب حمدي فتحي، تلعب مهند لاشين، تلعب السوليه، تلعب النني اربعه، اي حاجه ما عنديش مشكله. المهم لان المباراه الاولى هتخليك انت عايز ايه المباراه الثانيه يا ابراهيم. صحيح، هتفرق كتير جدا جدا. اللي انت هتعمله في المباراه الاولانيه هيبقى له انعكاس في المباراه الثانيه، فباذنك يا رب المباراه الاولانيه تكون بتاعتنا. اروح لفصل وبعد الفصل نرجع على السبوره. السبوره على طول. ايوه الوقت جري معاك والله يا كابتن طارق. خلينا نروح لفصل وبعد الفصل نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية ومرة أخيرة في حلقتنا وحوارنا الممتع جدا مع الكابتن طارق مصطفى، نجم مصر ونادي الزمالك والمدرب العام السابق اللي هي منتخبنا الوطني. وصلنا لفقرة السبورة. جاهز يا كابتني؟ جاهز. يلا بينا السبورة وجه لوجه مع الكابتن طارق مصطفى. أداء منتخب مصر مع كيروش اختلف عن فترة حسام البدري، نعم أم لا؟ لا ما اختلفش؟ لا. كنتوا هتكسبوا المغرب وكوت ديفوار والكاميرون والفرق دي؟ المكسب والخسارة ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، بس بسألني عن الأداء اختلف ولا لا؟ لا. اللي بعده. كنت مع قرار كيروش في استبعاد أفشة وشريف في بدايته مع المنتخب، نعم أم لا؟ لا. لا ولا طارق حامد وزيزو؟ ولا طارق حامد وزيزو. لم نفهم سبب إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب حتى الآن. مش فاهمين برضه. مش فاهمين؟ لا. ليه؟ عاوز انت لو جيت اتكلمت كنتائج آه. لا هو احنا يعني انا ملخص يعني ملخص الإقالة جهاز غير مرغوب فيه. من مين؟ من مصر، من جمهور مصر، اعلام مصر، كل حاجه يعني غير مرغوب فيه. يعني الجهاز مش مقبول، جهاز مش يعني الناس مش حباه في من الاخر يعني انا في كده في مصر في كده. لا يعني والله لا ما هو النتائج يعني ابراهيم يعني في العالم في كله في حاجه اسمها ليها علاقه بالقبول وعدم القبول والكلام ده كله، بس ده بنحطه على جنب لانه الاهم هو الشكل والاداء الفني اللي ما ظهرش مع المنتخب معاكم. لا يعني الاهم ليه مش ليه مش عايز تقول الحته دي ورحت اخدتها في لا بالعكس دي. بالعكس انا معاك في دي بس الاهم والاهم انه لما تيجي تحاسب على مرحله كبيره هتلاقي فيها فتره توقفات انت ما استغلتهاش، واحده أنا منها أنا حضرتك لسه كنت بتشير اليها بس الاهم مش بس كده، اقصد انه اختزال الموضوع كله في فكره انه الناس مش قابله الجهاز. ما هو في حاجه برده تانية يعني في حاجه في النص انت برده نسيتها، النتائج. النتائج لا النتائج كانت كويسه، توصلت أم افريقيا اول، لعبت ماتشين انت عندك 4 نقاط، ماتش بينهم بره ملعبك مع الجابون، فبالتالي النتائج. الاداء انا بقول لك الاداء لا الاداء ما عجبنيش، انا بقول لك انا واحد كنت موجود الاداء ما عجبنيش. انت كنت متوقعين الاقاله بعد ماتش الجابون؟ بصراحه لا، بصراحه لا، لان كنت انا متوقع الاقاله انا بصراحه يعني بعد البطوله العربيه، كنت متوقع الاقاله بعد البطوله العربيه. اللي بعده
إذا عرض على حسام البدري العمل عرض علي حسام البدري العمل معه كمدرب عام في أحد الأندية سأوافق، نعم أم لا؟ لا طبعا، أي حد طبعا شرف لي أنه هو يشتغل مع كابتن حسام البدري. أنا واحد من الناس اللي أنا بحترمها جدا. يبقى نعم ولا لا؟ طبعا نعم. نعم ما عنديش مشكلة مع كابتن حسام البدري يعني. ماشي. واحد ماسك منتخب مصر وماسك زي، خلي بالك أنا قلت لك نقطة قبل كده وهفضل أقولها لك. أنا الحمد لله والشكر لله إن أنا مسكت مع ثلاث مدربين، رقم واحد كابتن طارق يحيى وليه الشرف 7-8 سنين شغال معاه، رقم اثنين نجم طبعا أفريقيا منتخب مصر المعلم الكابتن حسن شحاتة، الشرف ليه إن أنا أكون موجود معاه، كابتن حسام البدري واحد أكبر بطولات خدها لمنتخب مصر على مدار التاريخ كابتن حسن شحاتة، وكابتن حسام البدري مع النادي الأهلي بطولات وألقاب مع كابتن حسام البدري نفس الشيء. يعني انت وكابتن طارق يحيى طبعا ده واخدني مع، فما تشتغل مع ثلاث مدربين. نعم. اشتغل مع ثلاث مدربين كبار بالشكل ده، فده سي في بالنسبه لك حاجه يعني. ما ماشي اللي بعده. البدري كان يستشير جهازه معاهم في كل كبيره وصغيره بمنتخب مصر، نعم ام لا؟ نعم نعم نعم. وجاءنا سوء حظ في انضمام صلاح للمنتخب خلال تولينا المسؤوليه، نعم. احمد مجاهد عرض علي قياده المنتخب الاولمبي، نعم ام لا؟ لا مش المنتخب الاولمبي، هو عرض علي المنتخب الشباب. وكلمني يعني تقريبا في شهر تقريبا يعني من قبل رحلنا بشهرين يعني. وعرض علي وقلت له انا بطلع السلمه ما بنزلهاش، ولو همسك منتخب اولمبي ما عنديش مشكله، موافق جدا. لكن منتخب شباب لا، منتخب شباب ده بتعرض عليه من 10 سنين. ماشي اللي بعده. فكرت في الرحيل عن جهاز حسام البدري في اكتر من مره، نعم اكتر من مره، نعم في البدايه. في البدايه مش حاسس بترحيب قوي يعني من الكابتن حسام، ولا قلنا مش احنا قلنا ان ما كانش لسه الامور ما طبعتش يعني. بالظبط كده، لان انا زي ما قلت لك هو عنده شخصيه وانا نفس الشيء عندي شخصيه وعنده فالموضوع كان في الاول في اختلافات في وجهات نظر يعني في ماشي اللي بعده. البدري كان يتعامل معي انني الرجل الثاني وليس احمد ايوب. هو انتوا ما تسالوا كابتن حسام على طول الاسئله كلها؟ عشان حضرتك موجود يعني. البدري كان يتعامل معي انني الرجل الثاني وليس احمد. لا احنا الاثنين، انتوا الاثنين راجل ثاني طبعا. ماشي طبعا. احمد ايوب برضو مدرب كبير ومدرب عام نفس البوزيشن يعني. ماشي يبقى لا. اللي بعده. لن اقبل بالعمل في اي منصب بالزمالك سواء مدير فني. نعم نعم نعم. تشتغلش مدرب عام؟ لا لا لا. مع فيريرا؟ لا 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 لا، مش ما مش حته فيريرا او حته. لا مدرب عام في نادي الزمالك. انا قلت لك في البدايه لا، مدرب عام مع مدرب مع مدير فني كبير. ما تشتغلش مع مدير فني كبير، ده مجرد سؤال ملوش علاقه بالوضع الراهن، لان الوضع الراهن في مدير فني وفي كابتن اسامه نبيه فالقصه منتهيه. انا بسالك فيما هو مقبل، مثلا تشتغل مدرب عام مع مدير فني كبير ولا لا؟ انا هقول لك وجهه نظري. مدير فني كبير زي فيريرا معاه 3-4 فطارق مش هيبقى ليه وجود. انا مدير فني اهلا وسهلا، مش مدير فني خلاص الموضوع بالنسبه لي منتهي، منتهي من بدري يعني، منتهي من زمان. انا ولا بحب اشتغل مدرب عام ولا احب اشتغل مؤقت. انا لسه قايل مدرب عام دلوقتي مع الكابتن حسام البدري هتجنني في اي نادي. لا انت مش انت كاتب مدرب عام مع كابتن حسام البدري، ما حددتش في اي نادي. لا انت قلت رجعوا لي السؤال كده يا جماعه عشان انا بقى انا مش ناسي. لا انت ما قلتش اي نادي. تعرفوا ترجعوا لي السؤال ولا دي صعبه عليكم؟ انت ما قلتش اي نادي. لا قلت لك انت قلت تشتغل مدرب عام مع الكابتن حسام البدري. طب هات كده شوف نشوف كده في احد الانديه. في احد الانديه يعني يمسك النادي الاهلي وامسك معاه؟ لا سيبك من النادي الاهلي يعني مش لازم النادي الاهلي. بقول لك في احد اهو السؤال كان فيه في احد الانديه. فانت قلت لك خلي بالك. لا انا بتكلم على منتخب مصر يعني. فلنستثني انت قلت تشتغل فلنستثني النادي الاهلي. لا لا ولا النادي الاهلي، لانه الاهلي دلوقتي في الاهلي ولا اي انديه ولا اي انديه ولا يبقى هنا الاجابه دي هترجع فيها وتقول لا. ايوه ولا اي انديه ولا اي طبعا. كابتن حسام البدري معاه جهازه، كابتن احمد ايوب، ممكن كابتن سيد معوض، انما انا لا. انا زي ما قلت لك مدرب عام تاني انتهت بالنسبه لي. ماشي يبقى عطفا على الاجابه بتاعت السؤال الاولاني لا، يبقى انت ما اشتغلش مع كابتن حسام البدري من 4. مش كاتب الانديه. ماشي. انا بتكلم منتخب انديه. لا طيب اللي بعده. فيريرا الاختيار الافضل للزمالك في هذه المرحله؟ طبعا واتمنى ان الاختيار الافضل والانسب في هذه المرحله. عارف ليه؟ لان عنده شغل كتير جدا. هذه مش بتيه مربوطه يا جماعه، هذه مش بتيه مربوطه يا جماعه. لانه هو عنده المرحله صعبه جدا جدا جدا.
لان هيلاقي نوعيه اللعيبه هنا متغيره شويه. لما كان بيشتغل مع حماده طلبه ومعروف يوسف واحمد توفيق وباسم مرسي كانت الموضوع اللعيبه دي لسه جايه فعايزه تعمل حاجه وعايزه تاخد بطوله والماده ما كانتش قوي، فالموضوع دلوقتي بقى مختلف شويه. اللي بعده طارق حامد سيكون اللاعب رقم واحد في تشكيل الزمالك مع فيريرا؟ مع فيريرا ومع اي حد كمان. نعم يعني؟ نعم. ماشي. اللي بعده عودة فرجاني ساسي الى الزمالك مهمة؟ بالنسبة لي لا. بالنسبة لك لا؟ لا. ماشي. الاختيارات كيروش اختلف عن جهاز حسام البدري في قوة الشخصية، طريقة اللعب، اختيارات اللعيبة. هي طريقة اللعب. طريقة اللعب. جهاز حسام البدري رحل عن المنتخب بسبب أحمد مجاهد، السوشيال ميديا، عدم التواصل مع الإعلام. ثلاثة. كل ما سبق. اللي بعده سبب تألق المنتخب في كأس الأمم، كروش، روح اللاعبين، التوفيق. روح اللاعب. روح اللاعب. الاكتشاف الأهم لكيروش مع منتخب مصر، عبد المنعم، عمر كمال، عمر مرموش. واحد واثنين. محمد عبد المنعم وعمر كمال. اللي بعده لاعب يستحق الانضمام للمنتخب في مباراتي السنغال، طارق حامد، أفشة، كوكا. يعني لو جيت على البوزيشن هيبقى طارق حامد، لان أفشة هو مش هيلعب بطريقه 4 2 3 1. كوكا بعيد الفتره الاخيره ديت ما لعبش معاه، فانا اشوف ان طارق حامد خاصه مباراه السنغال الثانيه. انت قلت النني في السنغال في الماتش اللي هنا يلعب هناك يبقى طارق حامد، فانت شايف طارق حامد ينضم. طارق حامد وحمدي فتحي والسوليه يلعبوا في المباراه الثانيه، ما عنديش مشكله لو انا المباراه الاولى لعبت باللي انا بقول لك عليه. ماشي. اللي بعده إذا خيرت لتدريب أحد هذه الأندية سأختار بيراميدز فيوتشر، نادي جماهيري. طبعا بيراميدز فيوتشر طبعا أندية كبيرة، بس أنا بحب الضغوط. تحب الأندية الجماهيرية؟ تعودت على كده. وطبعا بيراميدز فيوتشر أندية كبيرة جدا، يعني أي حد يتمنى يبقى موجود فيه. ماشي. اللي بعده لاعب يحتاجه الزمالك في الانتقالات الصيفيه القادمه، رمضان صبحي، دونجا، فرجاني. اشوف رمضان. رمضان. اللي بعده الاقرب لي اسامه نبيه، الشيشيني، معتمد جمال. ثلاثة. ماشي. سبتهيالي الاقرب قوي كابتن اسامه نبيه. اسامه اقرب. اقرب كجار. وشيشيني اقرب يعني كل يوم مع بعض يعني في اللي معتمد. طبعا حبيبي معتمد، ربنا يوفقهم الثلاثه. افضل من عملت معه، حسن شحاته، طارق يحيى، حسام البدري. جبنا لك الثلاثه اللي اشتغلت معهم. مسيح اختار الثلاثه. اختار الثلاثه. طبعا الثلاثه طبعا. وانا كان ليا حظ والشرف ان انا اشتغل مع الثلاثه. اللي بعده افضل حارس مرمى في مصر، شناوي، جبل، صبحي. المستقبل ولا حاليا؟ يعني ولا عموما دلوقتي؟ لا، تفرق يعني حاليا. حاليا تفرق كتير، لان الشناوي وجبل مش في مستواهم حاليا مش في مستواهم. انا اشوف ان صبحي هو المستقبل. وانا اشوف انه حارس مرمى هيكون حاليا. مين افضل حاليا؟ صبحي. صبحي. لو انت دلوقتي موجود لسه في منتخب مصر وعندك ماتش السنغال، تختار مين في حراسة المرمى، جبل ولا شناوي؟ بالحالة اللي انا شايفها دي صعبة. هتختار مين؟ ما انت هتختار. لا يعني هلعب دلوقتي؟ هتلعب يوم 25. لا لسه 25 ده لسه في ماتشين ثلاثة يعني. انا اقصد الاثنين حالتهم دلوقتي. الاثنين حالتهم مش كويسة. ماشي. انا من وجهة نظري يعني. ماشي. الاثنين مستواهم متذبذب شوية. فبالتالي في الماتشين الثلاثه دول هم اللي يحددوا اذا كان الشناوي او جبل، اللي فايق فيهم واللي كويس فيهم هو هيلعب. وخلي بالك دي بقى تحديدا ان الحارس اللي هيلعب هنا هو اللي هيلعب هنا. انتوا كنتوا مرتبين حراس المرمى مين رقم واحد ومين رقم اثنين؟ لا، هو احنا كان الشناوي رقم واحد، لان رقم اثنين كان ساعات جبل كان بيبقى موجود، ساعات بسام.
سعاد بسام بيبقى موجود، لا سعاد جنش موجود فتره، فما كانش موجود رقم اتنين دوت، كان قريب من رقم واحد، هي قربت قوي مع جبل لما تفوق في البطوله. ماشي اللي بعده. افضل لاعب محترف ديانج بن شرقي وليد الكارتي. انا اشوف بصراحه التلاته لعيبه كبار ولعيبه كويسه جدا، والتلاته لما بيكونوا في حالتهم كسبوا اي نادي. ده كان اخر سؤال بس كده. الاسئله السبوره حلوه سهله ايه والدنيا حلوه بس كابتن طارق حضرتك شرفتنا ونورتنا واديت لنا حلقه ممتعه ومميزه، وناقص ان انا اسالك كيف تفكر في المستقبل لطارق مصطفى، ناوي تعمل ايه؟ فريق في الدوري الممتاز، فريق بره، تفكر في ايه؟ بص طبعا لو ربنا كرم ان شاء الله وفي خير فرقه هنا في الدوري الممتاز ان شاء الله، يعني ربنا وفق هتلاقي حاجه حلوه، حاجه مختلفه يعني الحمد لله. مش غرور ولا حاجه، ولكن هي ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل واحد موهبه وقدرات يعني، مش شخصيه زي ما قلت لك. الحاجه الثانيه الحمد لله عندي عروض في المغرب، ممكن تلاقيني يعني مثلا ايه كمان اسبوع اسبوعين كده، ممكن ما تلاقينيش فعلا. والله الحمد لله انا بتجي لي عروض من المغرب يعني، ودي حاجه الله. الحمد لله الواحد يعني عمل اسم كبير هناك لطارق مصطفى وللمدرب المصري، وبالتالي الناس هناك الحمد لله اي حد يروح المغرب يعني الحمد لله الامور بالنسبه لي هناك كويسه. فانا بفضل ان انا يعني عايز اخد الخطوه هنا، لان الخطوه ما خدتهاش، لما اخدها هنا يبقى الحمد لله الامور تبقى واضحه بالنسبه لك بشكل كبير جدا ان شاء الله. بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن طارق، حضرتك شرفتنا ونورتنا. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل، نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله في نفس الميعاد. تصبحوا على الف خير، السلام عليكم.